مشاهدينا اهلا بحضراتكم وفقره جديده من عياده تن. اي شخص بيختار عمليه السمنه النهارده حل علشان يتخلص من مشكله السمنه بيكون فاكر ان نتيجه العمليه محدوده في فكره اوضه العمليات وقت العمليه بس، لكن الحقيقه ان نجاح العمليه هو عباره عن حلقه متصله ببعض، بدايه من الدكتور ونهايه باهم فتره لتحقيق النتيجه المطلوبه وهي فتره ما بعد العمليه. ما بعد العملية دي فترة مهمة جدا. بعض الناس ممكن يكون عندها معتقدات غلط بيمارسوها في الفترة دي ممكن تكون سبب في ان ما يوصلوش للنتيجة اللي دايما بيحلموا بيها. فاحنا النهاردة هنتكلم اكتر عن فترة ما بعد العملية والمتابعة، ان هي حاجة مهمة جدا في الفترة دي، وكمان كل الامور اللي لازم يلتزم بيها مريض السمنة بعد اجراء العملية. كل ده واكتر هنعرفه مع الاسم اللامع اللي منورنا النهاردة في مجال جراحات السمنة، دكتور محمد الفولي، استشاري اول جراحات السمنة والمناظير بكلية طب جامعة عين شمس، دكتوراه مناظير وجراحات السمنة والسكر، ماجستير جراحات الجهاز الهضمي والثدي، عضو الجمعية الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة ومنظار البطن. دكتور محمد الفولي اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا جينا، ربنا يخليك. وسام شيرين اهلا بيك. يمكن يا دكتور احنا اتكلمنا كتير عن الحلول بتاعت مشاكل السمنة وعن عمليات حل السمنة نفسها، ولكن الفترة الأهم في عملية السمنة أو الفترة المهمة اللي بتكمل النتيجة الحلوة قوي اللي احنا وصلنا لها عن طريق عملية السمنة هي ما بعد العملية. صحيح. يمكن الناس فاهمة ده غلط، هي فاهمة ان انا مجرد ما طلعت كده من أوضة العمليات باي باي يا دكتور انا خلاص حليت مشكلتي، ولكن المشكلة الأهم هنا بتكون العامل المتوقف على المريض. تمام. بنعمل ايه بقى بعد ما بنطلع من أوضة العمليات؟ بص، طبعا احنا العملية دايما بنقول ان هي جزء مهم جدا وعمود أساسي من منظومة مهمة جدا، وهي منظومة التخسيس أو إنقاص الوزن. اللي بيكون على رأسها هو الشخص نفسه، والعامل الأساسي لنجاح هو الشخص نفسه، التزامه بتعليمات، إنه يفهم أسلوب الحياة الصحي إيه، يفهم دور العملية معاه إيه عشان يقدر إن هو ينجح. زي ما نقول هدفنا هو وزن مثالي مدى الحياة. تعمدنا إن احنا نحط الهدف ده عشان الشخص اللي بيجي يعمل العملية هو هدفه مش إن هو مجرد بس إنه يخس، لا، وهدفه انه يحافظ كمان على الوزن المثالي مدى الحياه. وزي ما بنقول دايما هو ده التحدي الاعظم والاكبر اللي محتاج العمليه عشان تساعد بشكل قوي جدا، ومحتاج الشخص نفسه انه يكون عنده الاويرنس او التوعيه عشان يقدر يحافظ على نتيجه العمليه بتاعته. حلو. احنا بعد العمليه لازم نكون فاهمين ان عمليه تدخل بسيط، وان العمليه دي بتعتبر اسهل مرحله في او في رحله انقاص الوزن. مرحلة العملية هي كلها بتبقى ساعة، احنا بناخد بنج ما بنحسش اصلا ان احنا عملنا اي حاجة، بننسى حتى العملية وكان ايه الاجراءات اللي حصل فيها. وبيبقى في جهاز مجهز تسكين الم عشان ما نحسش باي الم بعد العملية، وبنستخدم النهاردة ادوات حديثة في التخدير مع اجهزة التخدير مع سكرين التخدير عشان بنطبق مفهوم جديد اسمه الانهانسد ريكفري او الافاقة السريعة. يعني انت زمان لما بتعملي عملية كان ممكن تقعدي 3 4 ساعات عشان تفوقي، وتقعدي تاني يوم الصبح تبتدي تمشي، كل الكلام ده انتهى تماما. النهاردة احنا بنفوق مباشرة بعد العملية، بنقدر ان احنا نتمشى بعد ساعة او ساعتين من العملية، نشرب في خلال 4 ل 6 ساعات، ممكن نروح في نفس اليوم او تاني يوم. حتى الدرنقة دلوقتي احنا بنحط دايما درنقة قليل، ممكن في نسبة 90% من الحالات ما نحتاجش نحطها تماما، لان احنا بقينا بنستخدم تقنية جديدة في عملية زي تكميم المعدة اسمها تقنية التقوية او التكميم المقوى، ان احنا بنقفل المعدة بطبقة من منديل البطن اللي هو اصلا بيبقى ملصق للمعدة بطبيعته، وبنقفلها بشكل محكم جدا جدا عشان ده يساعدنا ان احنا نقدر نعمل عملية بامان تام، وما نحتاجش حتى نحط اي درنقة خالص، ما نكونش قلقانين من اي حاجة. طبعا الفتره الاولى بعد العمليه بيكون مهم جدا جدا الحركه بشكل مستمر، ونحن نتمشى ونشرب ونمشي زي ما بنقول 50 خطوه. في قاعده بنقولها دايما لكل الناس بعد العمليه، انا عايزك تتعود نفسك تشرب كل ساعه كوبايه سوائل، وتمشي كل ساعه 4 مرات كل مره 50 خطوه، عشان بس ايه، انت عارفه ممكن واحد يمشي خطوتين ويقعد. فاحنا بنقول له لا، هتمشي مثلا 50 خطوه تعدهم عشان نضمن ان هو مشي بشكل كويس جدا. تمام. في الفتره الاولانيه الاسبوعين الاولين بنبقى فتره السوائل، بناخد كل حاجة في الفترة دي في صورة سوائل. يعني مش معنى ان انا بشرب سوائل بس يبقى انا كده عندي ضعف عشان انا ما باكلش خالص، انا باخد الاكل بتاعي بس في صورة سوائل. يعني مثلا الناس كتير السوائل دي احنا مقسمينها 5 مجموعات، المية، الاعشاب بانواعها، اليانسون، الحلبة، الكراوية، كل الحاجات اللي هي الاعشاب. الحاجة التالتة اللي هي اللبن والزبادي والحاجات دي كلها اللي هي جزء مهم جدا. المجموعه الرابعه اللي هي العصائر، فاكهه معصوره فريش بدون سكر، فانا باكل الفاكهه عادي في صوره عصير.
بشرب لبن كأني كلت جبنة، لأن باخد لبن وزبادي بشكل عادي جدا. البروتين باخده في صورة شوربة، يعني شوربة اللحمة، الفراخ، الخضار، العدس، الفول، النابت، كل أنواع الشرب، السي فود، كل أنواع الشرب دي ممكن آخدها. يعني بناخد برضو كل حاجة، كل حاجة مفيدة بالزبط يعني. بالظبط. وفي نفس الوقت بناخد سبلمنتس في الأول، مالتي فيتامين، يعني فيتامين، وبناخد بروتين. ودي نقطة مهمة جدا جدا في بداية، في الفترة الأولى دي، عشان الجسم يسحب من الدهون ما يسحبش من العضلات. حلو قوي. إن هو بياخد نسبة البروتين اللي هي بيبقى محتاجها. بالظبط. دي فترة الأسبوعين الأولانيين. الأسبوع الثالث بناكل، الأسبوعين اللي بعدهم بناكل أكل خفيف، يكون مهروس، بطاطس مهروسة، بيض مسلوق، جبنة قريش، فول مهروس، كل أي أكل عادي بس يكون لين شوية. الأسبوعين اللي بعدهم أكل قطع صغيرة، بعد كده بناكل بشكل طبيعي جدا جدا. القاعدة إن أنا بشرب كل ساعة كوباية سوائل، وأمشي ما بين الساعة والتانية 50 خطوة، وإن أنا آخد كل 3 ساعات وجبة صغيرة. الوجبة دي فيها 5 عناصر غذائية، فيها بروتين، فيها نشويات، فيها فاكهة، فيها لبن أو زبادي، وفيها طبعا وعلى رأسها أهم حاجة الخضروات. طالما انا وجبتي فيها كل الحاجات دي، انا كده هو ده اسمه اسلوب الحياه الصحي. حلو او الاكل طبعا الصحي. ده يا ريت يعني كلنا نعرف نمشي على اسلوب الحياه الصحي ده، ويعني ما ناكلش الاكل طبعا الغير صحي. هي بقى الميزه في العمليه انها بتجبرك انك تمشي، خصوصا في الفتره الاولانيه 6 شهور الاولانيه، على نظام او اسلوب الحياه الصحي. وانت شطارتك انك تحاولي ان انت تمنتين او ان انت تكملي، خصوصا ان انت تعودت لفتره كبيره جدا وتم اجبارك على انك تمشي في النظام ده. حلو جدا طبعا. طيب متهيألي يا دكتور برضو اي مريض بيجي لحضرتك بقى، نرجع بقى شويه كده قبل العمليه، يعني ايه انا دلوقتي كمريض رايح لدكتور محمد الفولي، يمكن اول سؤال بيجي في ذهني، دكتور انا هخس قد ايه اول ما اعمل العمليه؟ صحيح. طب انا هبدا اشوف النتيجه بعد قد ايه؟ بنكون بقى متحمسين قوي، فعايزين بقى اجابه يعني ترضي التحمس اللي عندنا ده. تمام. بصي، انا ردي على السؤال ده دايما في العياده بقول له ما تعولش هم النزول في الوزن، كده كده هتنزل في الوزن وكده كده توصل الوزن المثالي. الحاجه الوحيده اللي تركز فيها هو انك انت ازاي تخس بصحه، وان انت ازاي لما تخس ما يبقاش عندك درجه عنيفه من الترهلات. هي دي اهم نقطه. بس انا طبعا عشان هم برضو بيبقوا عايزين يعرفوا، فبنقول لهم والله احنا بنمشي مثلا، دي حاله كان بص يعني كان عندها سمنه موضعيه في منطقه البطن، بس دي مش سمنه تحت الجلد، دهون داخليه وعضلات ضعيفه جدا جدا جدا. قدرنا بتقنيه النحت وان احنا نشد عضلات البطن، ان احنا نرسم الوسط والكيرفز، ونرسم كمان الاستاتيك لاينز او المنحنيات اللطيفه، وعملناها بشكل جراحي من البكين لاين، دي اسمها تامي تاك او شد البطن الجراحي. دكتور الصوره اللي بعد دي واحنا في اوضه العمليات هنا صح؟ اه دي يعني الصوره دي وقتيه، دي وقتيا، دي وقتيا. دي ميزه عمليه النحت. دي حاله يعني الاجهزه زي مثلا الفيزر بنستخدمها برضو، بس عندها عضلات البطن ضعيفه، فلازم نعمل لها تقويه، وفي ترهل عنيف قوي، فلازم نشيل الجلد الزايد ده. كل ده زي ما انت شايفه جروح مستخبيه او هيدن. هنا مثلا في ترهل بشكل عنيف جدا، يبان لك اون تيبل ازاي ان انت قدرتي تشد الجلد، وازاي قدرتي تتخلصي من السمنه الموضعيه. الناس اللي بتعاني بقى من السمنه الموضعيه او اللي احنا بنعمل لهم شفط دهون بعد العمليه، نظامهم بيختلف شويه عن التكميم والتحويل اللي احنا شرحناه. السمنه الموضعيه يا دكتور اللي هي المشكله في منطقه واحده. يعني مشكله ان دهون سطحيه، الوزن زاد مش كبير. بص هنا في تسدي واضح جدا، البطن، الاجناب، في ترهل كمان في الجلد. في خلال ساعة ونص لساعتين قدرنا نوصل لهذه النتيجة، ان احنا نحتنا الصدر بشكل لطيف وبشكل رياضي، نحتنا البطن، ما ظهرناش هنا قوي العضلات، لان مش دي الحالة المناسب لها ان احنا نعمل فيها النحت رباعي الابعاد. تمام. فكان نعمل النحت عالي التحديد يخلي التفاصيل افضل بكتير. الناس اللي عاملة بقى عمليات شفط الدهون ونحت الجسم ليهم برنامج متابعة مختلف شوية عن الناس اللي عاملة تكميم وتحويل. الناس اللي عاملة تكميم وتحويل دي عمليات بتنقص الوزن، ودي عمليات تخسيس بكميه اكل بتقل بشكل كبير، فلازم انا اعوض ده بسوائل وباكل صحي وبسبلمنتس في الاول لحد ما اكله يزيد ويبقى بياخد اللي جسمه فعلا محتاجه. برافو عليك، لان ده مطلوب عشان الشخص ده يبتدي ان هو ينزل في الوزن، وان هو يحافظ على مكتسبه ان هو بيفقد من الدهون بتاعته. الناس اللي عندها سمنه موضعيه، لا بالعكس، احنا محتاجين نغذيهم كويس بس مش بسعرات حراريه عاليه. يعني مثلا ان خليهم ياخدوا فيتامين الحديد بالذات عشان الانيميا، مالتي فيتامين عشان البشره والشعر وهكذا. وبياكل بشكل عادي خالص بس نظام اكل صحي متوازن، هي دي اهم نقطه.
دي برضو هنا مدام سهير ما شاء الله كان من اسكندريه، من حالات الجميله جدا جدا يا دكتور، يعني ما شاء الله فعلا عن النتيجه، يعني النتيجه بصراحه يعني هايله جدا، حاجه ثانيه خالص يعني ما شاء الله، اصغر في السن بتقدر تحرك، كل دي عمليات تحويل مسار. برضو مدام داليا من الحالات اللي كانت صعبه جدا، الفرق يا دكتور وكانت عامله، وعايز اقول لك كانت عامله عمليه تدبيس معده وللاسف فشلت معاها، واحنا صلحناها وعملنا تحويل مسار ومش كويس، هنا كان اصلاح عمليه بالظبط. هنا برضو تحويل مسار مدام سماح، حقيقه ما شاء الله يعني نتائج يعني بسميها ملكة الجمال عندها ما شاء الله، في نتائج حلوه قوي ما شاء الله، وزي ما بقول لك الفكره ان تخسي بصحه، ما يبقاش الوجه شاحب، ما يبقاش في ترهلات، ما يبقاش الجسم شكله حلو، يظل الجسم كيرفي. احنا عندنا في بروتوكول مهم جدا، وده الحقيقه احنا شايفين نفسنا ان احنا بنتميز بيه عن اي حد، لان اغلب الناس اللي بتعمل تكميم وتحويل او المراكز بتبقى عندها التخصص في عمليات النحت. احنا عشان بنشتغل عمليات النحت وبنشتغل عمليات التكميم والتحويل، فاحنا لينا نظره جماليه في الجسم اللي هيخس قدامنا، فاحنا عايزينه يخس بشكل كيرفي ما يبقاش فيه ترهل. هي دي النقطه، احنا عاملين بروتوكول من 8 مراحل في خلال السنه الاولانيه، ان ازاي الشخص لما ينزل في الوزن بعد العمليه يتجنب الترهلات، سواء انه ينظم اكله ويشرب سوائل كويس، وبنحط له جدول بالكلام ده، وعاملين كتاب اسمه كتاب حياه صح موجود على الويب سايت عشان ما يبقاش ليه حجه ويبقى حافظ التعليمات، وبنعمل لايف كل سبت على صفحه الفيسبوك بندردش فيه عن الترهلات وازاي ان احنا نشتغل عليها، وبندردش فيه عن ثبات الوزن وازاي نقدر نتحكم فيه، ويعني ايه اصلا اسلوب حياه صحي. فكره التوعيه او الاويرنس بتكون مهمه جدا جدا جدا. عندنا برضو جروب اسمه وزن مثالي مدى الحياه على الفيسبوك، عليه ابطالنا اللي بنعتز بيهم دايما، وحتى مسمينه ابطال اسره قوام، الناس اللي قدرت تهزم السمنه وقدرنا نشوف التغير في نجاحهم، وقدروا ان هم يكونوا القاده اللي بيقودوا الناس اللي لسه خايفه تاخد القرار، وبيشجعوهم ان هم يقدروا يوصلوا لحلمهم. عندنا برضو اليوتيوب تشانل عليها كل العمليات، وبتبقى متصوره من اولها لاخرها، فيقدر الشخص يبقى عارف كل المراحل اللي بيمر بيها في العمليه وما يبقاش قلقان منها خالص. كمان انستجرام بيبقى عندنا فيه صور النحت، وبنركز عليها بشكل كبير، وبنشوف ازاي اصلا شكل الجسم بيتغير في لحظات بسيطه جدا جدا، وازاي ان ممكن يبقى عندي ثقه بنفسي، ثقتي بنفسي بتزيد في لحظات بسيطه وبقرار بسيط محتاج ان انا اخده. كل ده بيتم في الاخر جوه منظومه اسمها اسلوب الحياه الصحي، لان يهمنا ان احنا لما نعمل ده ان الناس تحافظ عليه، وان يبقى عندها توعيه، لان مش بس هو هيقدر يساعد نفسه، هي كمان ده هيكون قدوه لكل اسرته. كل الامهات اللي عملوا معانا العمليات دول قدروا يحافظوا ان اسرتهم كمان يحموا اولادهم، يحموا ازواجهم، هم جربوا الحياه يعني الصعبه، زوجاتهم وهكذا. ففي الاول وفي الاخر هي منظومه متكامله، المنظومه دي تقوم على اسلوب حياه صحي، نظام اكل صحي، نظام شرب للسوائل، ناخد سبلمنتس وفيتامينز، خصوصا لو احنا اكلنا غير صحي او احنا لسه في اول العمليه، لسه ما تعودناش على الاكل الصحي. برافو عليكي، ما تعودناش على الاكل الصحي. ان احنا في بدله بنلبسها بعد العمليه، ودي نقطه مهمه عشان تشد الجلد بتاعنا، كريمات بنحطها عشان جلدنا يبقى مشدود وشكله كويس، ان احنا بنمارس شويه رياضه، والنهارده عندنا في لينك وابلكيشن نقدر ندخل واحنا قاعدين في البيت ندوس على العضله اللي احنا عايزين نمرنها، هيجيب لك التمرين ازاي تعمليه في البيت. كل دي سيرفيس او خدمات احنا بنقدمها في مركز قامه، عشان زي ما بنقول لك هدفنا هو ان احنا نقدم خدمه تليق بالمريض بتاعنا، ويظل هدفنا زي ما بقول دايما وزن وقوام مثالي مدى الحياه. هل يا دكتور يعني حضرتك ما سبتش اي حاجه ممكن يكون المريض محتاجها من بدايه السؤال بس على العمليه لحد ما بعد العمليه، الى متهيألي يعني كتير بعدها؟ يعني متهيألي دكتور محمد دي من اكتر الحاجات اللي بتميزه، ان هو فريندلي جدا مع مش هنقول بقى يعني المرضى، يعني احنا مش مرضى، احنا ناس حياتنا فيها مشكله رايحين نصلح حياتنا. دكتور محمد احسن حد ممكن يكون يعني بيحاصر كده الحد اللي رايح له ده، علشان ما يسيبهوش يفلت منه من هنا ولا من هنا، هو يعني ما خللناش تقريبا حاجه هو مش عامل لها عنده حل او تواصل مع دكتور محمد. ومتهيألي كمان ان دكتور محمد دايما متواصل بصوره حلوه جدا ومباشره مع كل الكاستمرز، علشان برده ما نقولش مرضى يعني. فدكتور محمد اي حد بيحتاجه في اي سؤال متهيألي هو ما بيتاخرش ابدا على اي حد بيبعت له اي استفسار. واي حد النهارده بعد فقرتنا دي حابب يتواصل مع دكتور محمد الفولي، ممكن يدخل عن طريق التشانل بتاعه اليوتيوب او على الفيسبوك او انستجرام زي ما دكتور محمد قال لنا، ويبعت اي استفسار عنه عنده النهارده لدكتور محمد، واكيد
دكتور محمد هيجاوب على كل اسئله حضراتكم. شرفتنا يا دكتور ونورتنا النهارده. ميرسي يا جنى، ربنا يخليك. الوقت جري بسرعه مع حضرتك. ربنا يخليك يا رب، يا رب دايما كلنا نكون في صحه وعافيه وسعاده ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله. كان معانا النهارده منورنا دكتور محمد الفولي، استشاري اول جراحات السمنه والمناظير بكليه طب جامعه عين شمس، دكتوره مناظير وجراحات السمنه والسكر، ماجستير جراحات الجهاز الهضمي والثدي، عضو الجمعيه الفيدراليه الدوليه لجراحات السمنه ومنظار البطن. خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفه من عياده تانية.